طفولتي، احكي لك عن طفولتي. السؤال الجميل ده، مش عارف، حسيت ان انا شعري بقى على جنب كده فجأة. طفولتي كانت جميلة جدا يعني، لذيذة، ما فيهاش مشاكل يعني. ما اعتقدش ان انا كنت الشخص المشاغب اللي بعمل كوارث، لا، ما تقريبا بعملها على كبر. اخدت من والدي الله يرحمه، خدت منه الحكمة، خدت منه فلسفة في الحياة، خدت منه الفن، خدت منه حنيته، خدت منه حاجات كتير حلوة. هو كل يوم بقول يا ريته موجود يعني، لان انا ما كنتش متخيل الحياه من غيره يعني لحد النهارده يعني. انا عندي بس فكره التقبل، مش رفض اللي حصل. الاكسبتنس ده مهم جدا عشان تعرفي تكملي، عشان ما تبقيش ستراجل في حياتك، لان معظم حالات الاكتئاب بتيجي من الواحد بيغرز ما بيعرفش يطلع. عشان اطلع من الغرزه دي فانا لازم اكون متقبل اللي حصل، الواقع يعني، سنه الحياه خلاص هي كده. لكن honestly speaking انا عمري ما كنت اتخيل ان هو مش هيكون موجود. نيفر. بصي، انا اول واحد استقبلت يعني، انا رايح كنت ازوره، ادوني خبر وفاته، رقم واحد. رقم اتنين، هو ما كانش ينفع ان انا يبقى عندي اي رياكشن يعني. انا كنت صامد، كان عندي سكينه كده غريبه جدا، ما كنتش متخيل ده هيكون رد فعلي. وربنا في الوقت ده كان بيلطف يعني، هو نزل عليا السكينه ورحمني طبعا، ولان كان كله بيترمي في حضني، لان انا اللي مبلغ كل الناس. فانا كل ما بروح ابلغ واخبط على باب اختي عشان باب بيتها عشان ابلغها، والولاد ومامتي، فكلهم بيترموا في حضني، فبالتالي ما ينفعش اكون انا بتهز، او ما ينفعش ان انا انزل دمعه واحده. فكان لازم اكون انا السبورت، وده كان اذاني كتير، لان ما عرفتش اخرج مشاعري ولا عرفت اطلع حزني لمده كبيره قوي، لدرجه اللي هو الحزن ده اتجمد جوايا يعني، خلاص عامل زي الورم لما بينشف جوه جسم بني ادم، فخلاص بقى جزء من الكيان ده. لا، هو اخر حاجه قالها لي قبل ما يتوفى على طول ان هو راضي عني جدا. عمره ما كان بيطلب مني حاجه، حبه ليا كان غير مشروط. يمكن عشان احنا متقابلين في حاجات كتير قوي يعني، في حاجات كومن قوي ما بيننا، الفن والفكر وطريقه الحوار، ويعني احنا 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 توأم روح، مش اب وام يعني، مش علاقه ان بابايا علاقته بيه، والدي علاقتي بيه اكتر من مامتي مثلا، لا، انا علاقتي بكل اسرتي كلها زي ما يعني، كلها واحد. بس في علاقات هي دي ما بعتبرهاش علاقه، لان هو توأم روحي يعني، هو روح واحده مقسومه في جسدين، فاهم قصدي؟ ما لحقتش. انا بشوف ان الحزن ده، الحزن والاكتئاب ده، دي رفاهيه يعني. في ناس محظوظين ان هم عندهم رفاهيه الحزن والاكتئاب يعني. انا ببص لهم كده من بعيد، يا ولد الذين انتوا جامدين قوي يعني، ايه تقفل تليفونك وتقعد ما تش عايز ترد على حد؟ طب انا لو قفلت تليفوني ومش هرد على حد، طب همشي الدنيا ازاي؟ همشي المسؤوليات اللي ورايا ازاي؟ ما ينفعش. فالرفاهيه الحزن والاكتئاب دي، ده في ناس لازم تبوس ايديها وش وضهر اللي عندها النعمه دي، فاهمه ازاي؟ مع ان انا مش منهم او مش معاهم، بس مع الحته شويه بلط، بس مش كتير قوي يعني خرج اللي جوه، بس ما تبلطش بقى وتقعد بقى سايق فيها، فاهمه ازاي؟ يعني الحاجه اللي هي مش هتسيبك، او الحاجه اللي انت مش هتفرقيها، هي هتفرقك. اي حاجه بقى في الدنيا لو انت متخيله ان انت استحاله تسيبيها في حياتك، هي هتفرقك وتسيبك خالص. بالعكس خالص، انا اطمنت جدا، اطمنت لان جربت بقى، فاهمه؟ ان انا افقد جزء من روحي يعني، اطمنت، لان خلاص هي دي الحياه. عشان لما بتشوفي ان الحياه نهايتها كده، واحنا بننسى، بنهلك نفسينا جدا في الحياه، بنخش في صراعات ما بتنتهيش، بنضيع حياتنا ونفسنا وايامنا في زعل وغضب وحساسيه وايموشنز وصراعات بتخليكي معميه عن كل الحاجات الحلوه اللي انت ممكن تعيشي فيها. فاحنا بنبقى في اوقات كتيره معميين، اول ما تيجي الخبطه على دماغنا نبتدي نعيط ونشوف وايه، والدنيا ما تستاهلش. بعد لما بنفارق حبايبنا او صحابنا او حد من قرايبنا الدرجه الاولى او الثانيه، وات ايفر، اي حد غريب، اي حد قريب منك، بعد كده ترجعي تاني تتلهي في الحياه وتنسي، فاهمه ازاي؟ ففكره ان انت دايما بتفكري نفسك ان الحياه دي كلها هي وقت. علشان كده في الشغل لما ارجع اقول اصل انا مظلوم، اصل انا، هي في الاخر خلاص انا كل اللي انا اتعلمته من خلال التجربه، من خلال اللي انا فيه النهارده، ان انا عليا ان انا اسعى. بس انا شايف ان النجاح طول ما انت بتسعي، نجاحك طول ما انت مستمره للسعي، هو ده النجاح. نجاحك لو انت بتلعبي في الملعب، انت نجاحك ان الماتش كله بتلعبيه حلو، بس تجيبي جون دي مش بتاعتك، فاهمه؟ مش لازم تبقي هداف الفريق، بس طول الماتش بتلعبيه حلو، طول الماتش ما قصرتيش، طول الماتش بتجري على الكوره، طول الماتش بتاسست حلو، فانت كده ناجحه. المدرسه في المرحله الابتدائي لا عادي تقريبا، اعدادي والثانوي يعني تزويغ بقى شويه من الحصص، واحب العب بفولي، فتلاقيني مثلا طايره والحاجات بتاع اي حاجه ليها علاقه بالرياضه. في الجامعه كنت طول الوقت في بروجرام حفلات وانترتينمنت، وبطلع الاول على الدفعه، فالناس مش فاهمه ايه وايه اللي انا طول الوقت انا قاعد في حفلات، فاهمه؟ بس طبعا بشتغل
بس دايما يعني work hard و play hard. لا ما اعتقدش. سمعت يعني حاجة زي كده؟ لا. بشوف نفسي انا عايز بس اجيب المصطلح الصح، بس يعني بشوف نفسي طائر لوحدي، طائر لوحدي يعني. هما معظم يعني بيقولك ان الطيور بتطير في سرب، بس الايجل بيطير لوحده. فانا بحس انا عمري ما طرت في سرب قبل كده، فمش عايز اكونسيدر، مش عايز احط نفسي في تايتل، بس انا بطير لوحدي يعني. يعني ما عنديش جروبس، ما عنديش شلال، بس عارف كل الناس. ما عنديش شله منتمي ليها في الفن خالص، ما عنديش حد بيسبورت ليا في الفن خالص، كلها كده ناس لذيذه وجمال ومسافات كلها محدوده، علشان الناس كلها اصل ولا زعلان منهم ولا زعلان مني. فما عنديش مواقف تضايقني من حد ولا اتضايق من حد، عشان كده انا حاطط الجاب دي مع معظم الناس علشان اخلي العلاقه لطيفه ولا تضايقني ولا اضايقك. بصي انا غيرت في نفسي حاجات، واي حاجه هلاحظها ان هي مش حلوه هحاول اشتغل عليها. مش هتبقى شخصيتي، مش عارف ليه. يعني مثلا لو ابقى براكتيكال اكتر من كده، مصلحجي اكتر من كده، بشوف مصلحتي يعني، مش مصلحجي يعني، مصلحتي يعني، شوف مصلحتي الاول، ما بقاش جيفر كده عمال على بطال. اه طبعا، اه الشخص اللي بمعطاء بيجي على نفسه، بس هو بمعطاء بيعملها بحب، مش بيعملها غصب عنه. يعني محدش بيغصبني ان انا ابقى دايما لويال لاصحابي او عندي ولاء لاصحابي، محدش بيغصبني عشان دايما اطمن على اصحابي، محدش بيغصبني ان انا لو في مصلحه او خير لحد ان انا اعرفه بحد، محدش بيغصبني ده، انا بعملها من نفسي. فاهمه ازاي؟ فلما بيبقى ده زياده وبتبقي انت ناسيه حدود اللي قدامك، لان برضو مش يعني وقعت فيها وبدات اعالجها، ان انت بتدي 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 وعامله حسابك بقى ان ايه الكريدت بتاعك فيه فلوس، ما هو في رصيد بقى، ما انت قاعده بتحوشي مع ده وبتحوشي مع ده وبتحوشي مع ده. فبالتالي بقى اليوم اللي انت مزنوقه فيه في 1000 جنيه ورايحه الاي تي ام عشان تسحبي 1000 من 100000 عندك وتقول لك سوري المكنه ما فيهاش فلوس، ايه اللي هيحصل؟ هيحصل لك خذلان، فاهمه؟ واحباط، وهتلاقي برضو دور الضحيه تاني، وهتاذي نفسك تاني، وهتلاقي نفسك انت اللي قاعده، انت اللي خسرانه، يعني انت اللي خسرانه اللعبه في كل الحالات. انا احب اشكر نفسي على كل غلط عملته وكل حاجه حلوه عملتها طبعا. وعاتب نفسي ليه؟ لا، لو انا اذيت حد عن عمد مش بلوم نفسي، بس انا لازم اروح اعتذر للشخص لحد ما هو يسامحني. لكن اخطاء عملتها في حق نفسي، لا I'm proud of it. يعني انا فخور ان انا عملت اخطاء، لان من غير اخطاء هتعلم ازاي، هوصل ازاي للحكمه دي من غير ما انا اكون عديت بيها. يعني انا غلطت واتلسعت واتاذيت بسبب غلطي، لان انا النار دي عارف ان هي نار، بس ما يا ابني بتلسع، لا لا لا، وحطيت ايدي، فانا اتربيت اتعلمت. فلا انا اي غلط عملته طبعا انا فخور ان عملته، لان من غيره مش هكون كويس. نو واي، انا عمري ما انتقم من حد نهائي، انا بدي ظهري وبمشي. ايوه لو حد اذاني ما بنتقمش منه، انا ما عنديش المدرسه بتاعت الريفيجن دي او الانتقام دي نهائي نهائي. انا مش هضيع وقتي في الحاجات دي خالص، انا مش هضيع وقتي في غل وانتقام، لان انا مش عايز اذي نفسي، ان انا ما عنديش سبيس جوايا للحاجات دي خالص. انا قاعد بنظف على فكره، طول ما انا عايش انا قاعد بنظف بنظف بنظف، واللي بيأذيني بديله ظهري وامشي. يعني هو مش موجود في حياتي خلاص، في الاخر حد بيحميكي اكتر، يعني في امبريلا كبيره قوي، يعني خد بالك في قانون الهي كبير جدا. ما الموضوع مش انت بس اللي لازم تجيبي حقك بايدك. يعني بحلم بايه؟ بحلم بحاجات كتير قوي، ما مش عايزه تبقى محدده، بس يعني بحلم ان انا يعني سقفي، ما اعرفش، السقف بتاعي مفتوح جدا، زي ما هتوديني انا هروح. يعني ما عنديش التزام بمكان، ما عنديش التزام، انا مش خايف على حاجه. فانا زي ما بقول لك انا بطير، ما عنديش فكره. انا سبت مصر ورحت امريكا في 24 ساعه وما اعرفش ولا بني ادم، وتعرضت هناك لحياه قاسيه جدا، وتعلمت، وصلت ل 50 سنت، ووصلت لناس سيلبرتيز من هوليوود، وتعرفت بناس التوب اوف ذا ستيت اللي انا كنت فيه. فهي في الاخر، هي في الاخر انت مين، فاهمه؟ يعني لو انا لو همثل او حدي مثل للبني ادم، هو بذره هيتحط في اي تربه، التربه دي تربه محترمه، مناخ محترم، هيطلع هينتج. لكن انا غير مرتبط بالمكان، لان ممكن مكاني، المكان اللي انا فيه يكون مكان غير مناسب. ممكن اكون عندي مؤهلات كتيره جدا، بس ما حدش، مش عايز برضو اقول ما حدش، مش عايز برضو ارمي اللوم. يعني في الاخر بيقول لك مثلا، ماشي، الباطل دي، المايه دي انت ممكن تشربيها في اوتيل تدفع فيها 200 جنيه صح، وممكن مش صح 200 جنيه، وممكن تجيبها من كشك ب 3 جنيه، وممكن على كافيه ممكن تجيبيها مثلا 15 20 جنيه. هي في الاخر الازازه هي الازازه، بس انت هتحطي الازازه دي فين وهتدي لها فاليو قد ايه. فالبني ادم كده عامل زي ازازه المايه، انت عايز تقدر نفسك ب 3 جنيه هتبقى في كشك سجاير، انت شايف نفسك ان انت بفلوس كتير هتبقى في الفايف ستارز. حقيقي انا مبسوط بيكوا جدا، ثانك يو سو ماتش.